بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا للمراسلين ديال الصحافه اللي جاوا يلقيو الضوء على هذا الحفل اللي تقام في جامعه السويله اللي قامت هذه جمعيه السويله الرياضيه. استقبلت الضيف زكريا وزان من لاعبين في المنتخب الوطني اقل من 17 سنه. الحمد لله مأدبات غادة كانت في المستوى، وكنشكروا الجمعية على حسن الاستقبال وحسن الضيافة. كذلك كنشكروا السي زكريا وزان لاعب المنتخب الوطني على التواضع ديالو على تلبية الدعوة، وكنشكروا لانه عطى وكنشوفوا هذا الاستقبال ديالو وهذا الحضور ديالو غادي يعطي واحد الدفعة معنوية للاعبين ديال الجمعية. مبادرة اللي هي قيمة بزاف من الجمعية الكروية ديال جامعة سويلة. هاد الجمعية اللي بنت في واحد الوقت وجيز وسطات الحمد لله باش تبان مزيان، لا في مشوارها الكروي ولا في الأنشطة ديالها على التراب ديال جامعة سويلة ولا الجامعة الجوار. وحنا فرحنا بزاف ملي كتشوف الشباب تقلب على الوسائل اللي هي مزيانه، لا من ناحيه الكره ولا من ناحيه الانشطه الرياضه ولا من ناحيه الانشطه ديال التخييم ولا الحمد لله. الجمعيه مشكوره، كل من سندها مشكور، والطاقم ديالها مشكور، والشباب ديالها مشكور، وما نقولوا الا نشوف ان شاء الله شي حاجه اخرى اللي تكون في افقات اخرى. اليوم كنتشرفوا بحضور واحد المناسبه اللي هي جد مهمه، اللي هي مناسبه احتفال باللاعب المغربي زكريا الوزاني ابن منطقه السويله. هذا الحفل هذا اللي منظمه جمعيه السويله الرياضيه، جمعيه اللي ناشطه بشكل كبير على منطقه السويله، اللي كتشجع جميع الشباب انهم يبذلوا كامل الطاقات ديالهم باش انهم يكبروا في المستوى الرياضي ديالهم. الحمد لله كنشكروا يعني الجمعيه على الدعوه الكريمه، وشكرا يعني جميع الحضور اللي تبعوا الدعوه واللي قاموا بالحفل اللي كيشجع المواهب الصاعده. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مهدي بوشتي، عضو المكتب المديري لجمعيه السويله الرياضيه. اليوم قمنا بحفل مأدبات غداء على شرف لاعب المنتخب الوطني زكريا وزان، وكذلك الضيوف الكرام منهم الحاج العربي سليم عضو بجهه مراكش اسفي، السي جواد الزواق مستشار جماعي بالسويله، الاخ الكبيبه مراسل صحفي. وكنشكركم انتم على الحضور ديالكم، كنشكروا كاع الاعضاء والساكنه اللي جات شاركت معنا هذا الحفل هذا. هذه الا بدايه ان شاء الله، وبان السويله قادمه بقوه في مجال كره القدم بشباب واعي، بمكتب مديري شبابي 100% قادر ان شاء الله يغير مسيره الرياضه بالمنطقه. وان شاء الله كنتسناو المزيد من هذا المكتب باذن الله، وغيكون ان شاء الله مفاجات في هذا العام المقبل ان شاء الله. ونتمنى التوفيق ونشكركم على الحضور. بسم الله. السلام عليكم. اليوم تشرفنا بالحضور ديال واحد اللاعب من المنتخب الوطني زكريا ابن مدينه سويله. شرفنا بالحضور ديالو اليوم، وشرفونا حتى بحضور المكتب ديالنا والاخوان، ولقاو واحد الاستضافه زوينه وفرحوا به الناس، وداج داك السي زوين وكلشي داز بخير وعلى خير الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم محمد كبيبه فاعل الجمعوي وصديق الجمعيه الرياضيه للسويله. وهاد الجمعيه هادي انا كنفتخر بها بزاف، وكنسميها انا نموذج بزاف ديال الفرق، لان واحد الفرقه اللي جات اول سنه في المشاركه ديالها في العصبه وشاركات، والحمد لله استطاعت باش تدوز الدور الموالي. ولكن بحق كاين شي حويجات كاينين في الكواليس حنا ما نعرفوهمش، تنتمنى ان شاء الله هادو يشوفوا فيهم واحد الصوره ويحاولوا يردوا لهم الحق ديالهم، لان هاد الفرقه هادي تستحق تكون في الدور الموالي. هذه رساله للناس اللي عارفين المشكل اللي داروه، ورساله للناس ديال العصبه.
يشوفوا بحق هاد الناس هادو، راه لان الناس تبارك الله عندهم مكتب في المستوى، عندهم لعابه في المستوى. كنتمنى لهم مسيره موفقه ان شاء الله. واليوم تشرفنا بالحضور للجمعيه كان اللي كان فيها اللاعب ديال المنتخب الوطني زكريا وزان، وكان الحمد لله عطى واحد الجماليه لهذا النشاط اللي كان اليوم في المنطقه ديال السويله. وتحيه لكل الطاقم ديال المكتب جمعيه السويله الرياضيه، وشكر موصول للجميع، وتنتمنى ان شاء الله مسيره موفقه لهذه الجمعيه والناس المسيرين في المكتب ديالهم. تحياتي للجميع وتبارك الله عليكم. معكم عبد الفتاح مكرم من المكتب المسير لجمعيه السويله. الحمد لله على هذا النهار ديال اليوم اللي ان شاء الله كي قلنا بدات فكره، والحمد لله وصلنا للافاق اللي بينا اكثر. وتنشكروا جميع الناس اللي حضروا معنا، وبالاخص اللاعب ديال المنتخب ديالنا اللي هو سي زكريا الوزاني، اللي الصراحه عطى لهذا النهار واحد قيمه كبيره للعابه ديالنا. ومن هذا المنبر تنشكر العابه ديال الفريق ديال السويله، جمعيه السويله، اللي العابه الصراحه اداو كل ما عليهم اكثر. تنشكرهم هذا النهار كل واحد بالسميه ديالته، والحمد لله ونشكروه الصراحه اللي الكائنه ديال هاد الجامعه اللي خصوصا اللي تعاونوا معنا لا من بعيد ولا من قريب. وتنشكروا جميع الصحافه اللي الصراحه اللي ما عندي ما نقول، اللي فين ما مشينا ولا تلقاهم في جنبنا، ولو ان بامكانيات بسيطه بزاف الحمد لله استطعنا باش نكون من الاوائل ديال هذا القسم هذا. ونتمنى ان شاء الله المزيد للشباب ديالنا، وشكرا بزاف. Hello everyone, I would thank FC Suhela for this moment, and I wish you success in the world time. Thank you.